لا 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 آه يلا ابدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. تدعيما لفكرة حب الله وحب الجار ونشر الإنسانية بين جميع أفراد المجتمع، جينا هنا لنبلغ هذه الرسالة بلغة الإشارة. فأهلا بكم معنا من مدرسة جمال فرغلي إلى مدرسة الأمل لتوثيق كلمة معنى السلام ومعنى حب الله وحب الجار أو حب البر وحب الجار إلى كل أبناء الإنسانية، سواء كان تربية خاصة أو إنسان عادي أو أي إنسان موجود، مسلم، مسيحي، يهودي، كلنا أبناء الإنسانية، كلنا واحد أبناء في الإنسانية ووحدة في العقيدة. فأهلا بكم ومرحبا في مدرسة الأمل ولغة الإشارة وحب الله والسلام. لازم كلنا مع بعض هنا لازم كلنا مع بعض دقيقة السلام مع الناس في العالم كله مع بعضه، العالم كله مع بعضه لازم يبقى فيه سلام ولازم يبقى فيه حب بين الأديان الثلاثة، المسلم والمسيحي واليهودي الثلاثة، لازم يبقى فيه حب وتعاون ومساعدة مع بعض، لازم يبقى فيه سلام، علامة السلام لازم، فاهمين؟ تاني حاجة لو عايز بس كده؟ شكرا، بعد كده ناخد الصورة مع بعض كلنا؟ الصورة ماشي، أديكوا صورة عاد بقى ثواني، أغير الكاميرا. يقفوا؟ كله مع بعض. خليني اوصيكم في حد يصور معانا، تعالى يلا تصور عادي، ده العالم كله دي بتتشرق، اطلع كله مع العالم كله. تعالى نعم نقعد هما تعالى كلنا كمان. تمام؟ لا صورتكم.